التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على تمسك كتاب الله سنة رسول الله اقتداء الأهداء ابتغاء مرضات الله وثواب حضرة الشيخ سنة بكتب الناس سيدنا يحيى محمد بن عبد الله بن شيخ الأدروس المسلم وشيخ وتلامذة والآخر عمله ومن تعالى شيخنا ومن آخر ومن له حق علي ونحن إن الله فرض الأمة سلوه وسلم مطلوب إلى حاجاتنا يصلح أمة يرحمنا يفرج عن أمة مولانا محمد يصلح ويرده يا عقول يد إلى صواب الدين يرحمنا برحمة يعني ونبع رحمة الله يا رب العالمين ويدخلنا في دائرة الرحمة ويحجبنا عن الإغراض يا رب العالمين من يرحم الله بعباده ولا يجعلنا سببا في أذية عباده يا رب العالمين أهلنا كل خير يعني بكل زين يعني أقول خير ولطف عافية علمنا ما جهلنا وفقنا عمل ما عملنا أخلاص فيما علمنا وفيما عملنا بجاه النبي وآل النبي سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضي الله عنكم وقال الإمام الحبيب محمد بن عبد الله بن شيخ الإدروس بعلوي رضي الله عنه في كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين إلى أن قال القسم الآخر من الناس وهم الذين تغلب عليهم صعوبة الأخلاق وقسوة القلب وهذه الطائفة يتداخل عملهم خلل بخلل وهذه الطائفة يتداخل عملهم خلل لكثرة غلطهم وضعف تمييزهم وخراب بواطنهم فعلامة قسوة القلب جمود الوجه فترى وجه أحدهم كأنه صفحة لبنة أو حجر قد تصور منه وجه لا ماء فيه فلا تلمح شيئا من تهلل البشرية لغلظ دمه وكثافة جبلته فلا يكاد صاحب هذا القلب يتبسم ولا يضحك وتكل الرحمة والشفقة في هذا القسم من الناس غالبا وهو قسم رديء في السلوك بين بواطنهم وبين الخيرات منافرة أكيدة ويغلب على أصحاب هذا القسم ثقل الأرواح والأخلاق المكروهة وربما غلبت عليهم الأهواء والمجادلة في سلوكهم وأكثر تدين هذا القسم التعصب والتقليد لوقوف أذهانهم ولكون أبصارهم مكسورة عن النفوذ في الأشياء فإنما لهم الظواهر والعمل على ما غلب عليه العرف وجرت به العادات ويتصعب عليهم من قسم الخيرات الأمور القلبية وأحوال الباطن فيكون شأن هذا القسم من بين الطوائف ملازمة الأعمال البدنية والأخذ بظواهر الأشياء ولا يتعبون أنفسهم فيما يتعلق بأعمال القلوب وأسرار البواطن فطريق ذلك عليهم مسدود فالسبق لأرباب القلوب وبنورهم يهتدي هؤلاء فأرباب رقة القلوب منهم الأبدال والعارفون فهم أهل السبق والتقدم وأما أهل القسم الثاني فمنهم العمال والأخيار والمجتهدون في كل خير ولكن بينهما بون بعيد وتفاوت كثير فقد خلق الله سبحانه وتعالى خلقه بحكمته المتقنة وجعلهم أطوارا مختلفين فطائفة من الناس بواطنهم سليمة حسنة فقد اجتمع لهم سلامة البواطن إلى صلاح الظواهر وهؤلاء على الطوائف فإن ترسمت هذه الطائفة في الطاعات وتفرغت للعبادات جاء منهم الصلحاء والأولياء وطائفة أخرى دون هذه الطائفة وهم قوم بواطنهم سليمة وأخلاقهم حسنة إلا أن ظواهرهم متدنسة بشيء من أمور هذه الدنيا وأعمالهم قاصرة يغلب عليهم حب الدنيا والطلب لها فهؤلاء أحوالهم متقاربة يرجى لهم الرجوع والانصلاح لا سيما إن كانوا أصحاب عقول فإن صاحب العقل لا يكاد يفوته الرجوع إلى ربه تعالى ولو طال شروده عليه إذ عقله يرده إلى مولاه لأن شأن التمييز أن ينتهي بصاحبه إلى ما هو الأعود عليه والأصلح له وإن كان غارقا في غمرة الدنيا وطائفة أخرى من الناس ظواهرهم حسنة يغلب عليهم السكون ولين الكلام والدخول في شيء من العبادات وربما كانوا أصحاب علوم وكلام في السلوك إلا أن بواطنهم رديئة مملوءة كبرا وطوياتهم خبيثة فأحوال هذه الطائفة مع مولاهم أحوال صعبة يخاف عليهم الانحطاط وانقلاب الحال لا سيما إن كانوا أصحاب رياء وطلب سمعة وقلوبهم قل أن يفوتها ذلك فإن كانوا كذلك مع فساد بواطنهم فقد ساءت أحوالهم وتكمل نقصهم وتمت خسارتهم وخيف عليهم من سوء الخاتمة نعوذ بالله من مكروه ونسأله السلام من الفتن.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قدم الكلام معنا في تقسيم الناس إلى قسمين، وكل قسم يندرج تحته أقسام. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على القسم الأول من أرباب القلوب السليمة، ومنهم الأبدال والأوتاد والأقطاب والعارفون الذين جمعوا بين العلم والعمل، فأورثهم الله علما لدنيا بكرمه وفضله ومنه سبحانه وتعالى، وأولئك هم أهل السبق، أولئك هم أهل التقدم، أولئك هم المقربون المحبوبون عند الله سبحانه وتعالى، ويرحم الله سبحانه وتعالى بهم عباده إذا أراد بهم عذابا نظر لأولئك العباد الذين يبيتون له سجدا وقياما ولا يقصدون إلا وجهه الكريم، ويعتقد كل واحد منهم في نفسه أنه عبد ذميم لا يرى لنفسه فضلا على أحد ولا يرى أنه أفضل من أحد. أولئك الذين سلمت قلوبهم وامتلأت بالرحمة لكل العباد، بأولئك يرحم الله العباد، وأولئك هم أحب العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. والقسم الثاني بالضد من ذلك كما سيأتي. القسم الأول كذلك يتفاوتون، أما القسم الثاني الذين تغلب عليهم قسوة القلوب، تغلب عليهم قسوة القلوب والعياذ بالله، وهم أصناف بواطنهم خربة عن تعظيم الله وتعظيم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعن تعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وهم أصناف يتفاوتون. ربما يتلو أحدهم القرآن كما أنزل لكن قلبه خراب من القرآن، يبن ينفر عن الدين ولا يبشر المسلمين، يكفر المسلمين ولا يحب الخير لإخوانه المسلمين، بل يكفرهم بأدنى شبهة والعياذ بالله. قليل التبسم في وجه إخوانه المؤمنين، منهم هذه الفرقة التي ظهرت في آخر الزمان، الفرقة التكفيرية، يكفرون الناس بأدنى شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للدخول في الإسلام رحمة بهم، وهؤلاء يخرجون الناس من الإسلام بأدنى شبهة في الدين. ما هذا من الدين ولا هذا من شريعة النبي محمد سيد المرسلين، بل هي مذاهب الشياطين وعقائد الشياطين الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن كما أنزل لا يجاوز حلاقيمهم، ما يرتفع ثوابهم، ما يرتفع إلى السماء أبدا، يمرقون أي يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا صاب الهدف خرج من الشق الثاني ولا يثبت شيء في قلبه. ليه؟ ليش؟ لأن قلوبهم خربة. الله أمرنا بتعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون لا، لا تعظمون محمد، خلاص محمد أدى الرسالة وفرغ إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، خلاص ليش تعظمونه؟ تعظيمه كفر. كيف الله قال ليعزروه ويوقروه بنص القرآن؟ والتعزير ما هو التعزير؟ التعظيم. ثم بعد ذلك
خالفوا أئمة المسلمين في أقوالهم وأتوا بعقيدة لم يقرها أحد من العلماء العاملين، بل نبذها كل من عنده أدنى مثقال ذرة من علم وقلب سليم، بل لو لم يكن عنده علم لنفاه ذو القلب السليم وإن لم يكن عنده علم، فكيف بالعلماء الراسخين؟ أولئك تراهم وجوههم معبسة دائما مكفهرة، لا يتبسمون ولا يضحكون ويظنون هذا من الدين. لا والله هذا ليس من الدين، الدين دين الرحمة، إذا نظرت لمن هو أكبر منك تحترمه وتقول هذا ذكر الله قبل أن أذكره، وأن رأيت من هو دونك تقول الحمد لله ترحمه وتقول هذا لم يعص الله مثل ما عصيته، هكذا أمرنا ديننا، هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا، هذه هي تعاليمنا الذي علمنا إياها حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا الكثافة الجبلية التي يعملها الآن البعض ويظن هذا من الدين. لا، لهذا لما وصف النبي محمد أهل النار قال كل عتل جواب، متكبر معبس الوجه حتى لا ترى في وجهه أثر الرحمة. لما جاء أحدهم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له، وجده يقبل سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، قال أو تقبلون أبناءكم؟ قال نعم، إنها رحمة وضعها الله في قلوبنا في قلوب العباد. قال عندي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فنظر إليه نظرة مغضب مستنكر عليه فيقول وما أصنع لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، على قدر ما ترحم عباد الله يرحمك رب العباد سبحانه وتعالى. فهذا القسم سيء السلوك، خبيث الباطن، ومذهبهم التعصب، إذا أنت لا توافقنا في الرأي فأنت عدوي. هذا مبدأ يهودي، إذا أنت مش معي أنت عدوي، حتى في مبدأ الحياة هذا يقولون هذا ما هو من مبادئ الإسلام، هذا في عند اليهود والعياذ بالله، من خالفهم عادوه. لا، ديننا الإسلامي له يقول الاختلاف رحمة، التخالف منبوذ، لكن الاختلاف الرأي قد تكون هذا له رأي، أنا أحترم رأيك وأنت تحترم رأيي، ولكن المودة باقية بيني وبينك، أنت لك رأي وأنا لي رأي، لا ألزمك برأيي ولا ألتزم برأيك، هذا يكون اختلاف. الاختلاف ليس بين سائر الناس، الاختلاف بين العلماء، لكن هؤلاء التعصب رأوا مشايخهم يكفرون الناس فكفروا مثلهم على أي أساس؟ ما هو داري المسكين، إيش تعرفهم هؤلاء؟ سيئين الباطن يميلون للأعمال الظاهرة، من أعمال ظاهرة من قيام من قرآن من تلاوة من كذا، لكنهم قلوبهم مظلمة من الأعمال الباطنة، إيش بتعرفهم؟ الذين ينتقدون على كتب الإمام الغزالي وينتقدون على أحياء علوم الدين وينتقدون على كتب الإمام الحداد، أولئك من أولئك القلوب المظلمة، هذه علامتهم أنهم لا تميل قلوبهم إلى هذه الكتب التي فيها تزكية الباطن، ويميلون إلى الأعمال الظاهرة، بغيته يقوم الليل بيقوم الليل، بغيته يقرأ القرآن طول الليل بيقرأ، لكن قلبه خلي عن الرحمة للمؤمنين، مليء بالأخلاق الذميمة، خلي عن الأخلاق الحميدة الكريمة، تسهل عليهم الأعمال الظاهرة وتشق عليهم الأعمال الباطنة التي هي تفوق الأعمال الظاهرة
بآلاف المرات. من أين بقى نعرف هذه الأعمال الباطنة؟ بكتب سادات العلماء. من هم سادات العلماء؟ هم ساداتنا سادات الصوفية. سادات العلماء هو علماء الصوفية، هم سادات العلماء. كيف وقد قال أصحاب القلوب الخبيثة المظلمة قالوا بكفرهم نسأل الله العافية والسلامة، فكيف نصدقهم؟ كفروا سادات العلماء الذين هم أرشدونا إلى روح الدين وإلى خلاصة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. يأتي في آخر الزمان قوم من أهل القلوب المظلمة ويكفرون سادات العلماء. هم أولئك الذين يقول فيهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، يوم تشوف تقول إيش صلاتي أنا، صلاتي مرعبلة عنده صلاته ذا. وقراءتهم للقرآن ما شاء الله بإحكام وتجويد، لكنهم بعيدين عن روح الدين، بعيدين عن سنة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين، فشوهوا صورة الدين. حتى في الخارج عند الكفار رأوا أن الدين مرتبط بالإرهاب بسبب أفعال أولئك المظلمين الذين أظلمت قلوبهم فتجلى الظلمة على ظواهرهم والعياذ بالله. فظنوا أن الإسلام يقول بقتل الكافرين. الإسلام لا يقول بقتل الكفار. إذا قلتنا هذا بيسب هذا بتكذيب القرآن. حتى ظن الناس أن الإسلام يقول بقتل الكفار. الإسلام ما يقول بهذا، يقول يحرم أذية الكافر، كيف قتله ما دام ذميا أو معاهدا أو مستأمن. إلا صنف واحد بس، هذا الذي لا حرمة له هو الكافر الحربي الذي يريد أن يؤذينا، الذي يريد أن يقاتلنا، الذي يستهزئ بنبينا أو يستهزئ بقرآن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الفرق، هذا الصنف فقط. أما البقية كلهم ورد في أذيتهم وعيد شديد. فهؤلاء الذين أساءوا إلى الدين لكن في ظاهر أنهم يحمون الشريعة، وهم في الباطن حقيقة أساءوا إلى الدين وأساءوا إلى الشريعة وأساءوا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لحكمة، وجعل خلقهم في تلك الحكمة أطوارا مختلفين، فمنهم من خلقهم الله سبحانه وتعالى على الصفاء التام، من مذ خلقهم على الفطرة هم مجبولين على الأخلاق الحسنة الكريمة وعلى البواطن السليمة، ورزقهم الله سبحانه وتعالى علما يعملون به في ظاهرهم، فظاهرهم حسن وباطنهم حسن. هؤلاء هم أحسن الطوائف وأفضل الطوائف عند الله سبحانه وتعالى، بل إذا تفرغ واحد من هذه الطائفة لعبادة مولاه سبحانه وتعالى يكون منهم الأولياء والأوتاد والأبدال والأقطاب، العباد المحبوبون عند الله سبحانه وتعالى. هذه طائفة أعلى الطوائف، وطائفة أخرى دونهم. ومن هم؟ قلوبهم سليمة، أخلاقهم كريمة، إلا إن في ظواهرهم تدنس بشيء من أمور الدنيا، بشيء من أمور الدنيا، يحبون المظاهر الكذابة، يحبون توسخت بمحبة الدنيا بإيثار بعض الأمور الدنيوية، تدنست أمورهم بهذا.
والأعمال عندهم ليسوا مجتهدين في العبادة، أعمالهم قاصرة. هؤلاء الثانين يرجى لهم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان أكرمهم الله بعقل، لأن من أكرمه الله بعقل حجمه عن فعل القبيح وأكرمه بالخلق المليح. لأن هكذا أهل العقول، نادر من كان صاحب عقل إلا ويرجع، حتى وإن كان في أول أمره مرعبل هكذا، كما ترى كثير من التجار في بداية أحوالهم هكذا يحبون كذا، ما جالس اختلاط النساء بالرجال، لكنهم ما شاء الله أخلاق طيبة، متواضعين، ليس عندهم كبر، متأدبين، يحبون أهل الخير، يحبون أهل العلم، لكنهم هكذا هم مجالسهم وزواجات باختلاط نساء ورجال، ولا يبالون بكثير من الأمور التي يقعون فيها مما تدنس الدين، وقد أكرمهم الله بعقل، تراهم بعدين في الأخير يرجعون بخلقهم ذلك الكريم والخلق الطيب ومحبة الأخلاق الحسنة، يكرمهم الله ويرجعون، فترجى لهم العود والتوبة والأوبة لله سبحانه وتعالى، وإن طالت عليه السنين في شروده وبعده عن الله سبحانه وتعالى لابد له أوبة ورجوع. نعم. وطائفة أخرى ظاهرهم حسن، ظاهرهم حسن ما شاء الله، الوارب يا سلام جميل ما شاء الله، تشوف هذا الزي حقه تقول هذا ما شاء الله من أولياء الله، من هذا زيه ولباسه ما شاء الله الوارب يا سلام، وربما كان عنده لسان فصيح يتكلم بين الناس في الحوليات ويتكلم في كرامات الأولياء ويتكلم في أمور يعني من العلم، إلا أنه باطنه وسخ دنس والعياذ بالله، مملوء كبرا، مملوء عجبا، في باطنه خبث والعياذ بالله. هذه الطائفة هي أخبث الطوائف. لماذا؟ لأنهم يخاف عليهم أن تزداد عليهم هذه الأخلاق فينحطون انحطاطا فتنقلب أحوالهم، فيتظاهرون بالخير ويعملون الشر في الباطن، يتظاهرون بالصلاح وهم فاسدين في الباطن، يتظاهرون بزي العلماء وهذه شهادة زور، وهم في الباطن يعملون أعمال الفجار والعياذ بالله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله سبحانه وتعالى. جمعوا بين الظاهر وفساد الباطن، هؤلاء أحوالهم سيئة، وتكمل نقصهم بمعرفتهم بنقصهم وعدم الرجوع عنه، فإن أعظم نقص أن تعرف نقصك ولا ترجع عن نقصك ولا تسعى في إزالة ذلك، حينئذ تتم خسارته، خسارة الدنيا وخسارة الأخرى، بل والعياذ بالله يخاف عليهم من سوء الخاتمة، يموتون على سوء الخاتمة نعوذ بالله. نسأل الله العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويخلقنا بالأخلاق الكريمة الحسنة، ويعيذنا من الأخلاق اللئيمة الذميمة، ويسر علينا كل عمل مرضي عنده سبحانه وتعالى، ويصرف عنا كل فعل يسخط الله سبحانه وتعالى عنا، ويجعلنا سريرتنا خيرا من علانيتنا، ويجعل علانيتنا صالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا أفعالنا وأقوالنا واعتقاداتنا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، ويجعل علانيتنا صالحة، ويلحقنا بخير فريق، ويرزقنا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال، ويصلح لنا الظواهر والبواطن،
ويجعلنا وإياكم من المحبوبين المقبولين المزودين الموفقين لأفعال الخيرات، ويجنبنا كل الأذيات والبليات الظاهرات والباطنات، إنه على ما يشاء قدير ويأتي القدير. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، بسر الفاتحة.